حياكم الله، هنا وقت مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. طالب عدد من المقاولين وأصحاب الشركات في السليمانية الحكومة في أربيل بصرف مستحقاتهم المالية، وقال ممثل المقاولين فرهاد محمد إن الحكومة أوقفت صرف المستحقات المالية عن المشاريع المنفذة في عام 2014، وأضاف أن الحكومة صرفت جزءا من تلك المبالغ بشكل دفعات مالية لغاية عام 2016 ثم توقفت الدفعات، لافتا إلى صدور كتاب من وزير المالية في 18 من شهر نيسان الماضي يؤكد فيه إيقاف صرف مستحقات المقاولين دون بيان الأسباب. قالت جمعية منتجي الأسماك إن انخفاض أسعار الأسماك في العراق يعود لدخول أسماك مستوردة من دول مجاورة وخاصة من إيران، إضافة إلى انتشار فيروس كوي الهربس بين الأسماك. وأوضحت الجمعية أن سعر العلف وصل إلى 1.5 مليون دينار للطن الواحد بعد أن كان ب600 ألف دينار. وبيّنت الجمعية أن بيع الأسماك العراقية بسعر 5000 دينار للكيلو الواحد يعد خسارة للمربي، لكنه مضطر لبيع أسماكه بهذا السعر خوفا من إصابتها بالفيروس المتوقع انتشاره في شهر تشرين الثاني المقبل، والذي يؤدي إلى إتلاف آلاف الأطنان من الأسماك. أكد رئيس جمعية المودعين في لبنان حسن مغنية أن العجز في أموال المودعين بالمصارف اللبنانية يقدر بحوالي 84 مليار دولار. وقال مغنية إن للمودعين حوالي 94 مليار دولار، أما الموجود في مصرف لبنان فهو 10 مليارات دولار فقط، ما يعني أن العجز هو 84 مليار دولار، والسلطات اللبنانية لم تفعل أي شيء. وأضاف مغنية أن أزمة المصارف دخلت عامها الثالث، والسلطات لا يعنيها أي شيء عن حقوق الشعب، وهم كمودعين لم يروا أي محاولات لوضع خطة لسد ديون المودعين. توقع صندوق النقد العربي أن تتراجع وتيرة نمو اقتصادات الدول العربية في العام المقبل. وبحسب الصندوق فإن الاقتصادات العربية ستتأثر بالمتغيرات العالمية المرتبطة بالتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية. وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العربية ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي من 3.5% في عام 2021 إلى 5.4% خلال العام الجاري، قبل أن تنخفض وتيرة النمو مجدداً في العام المقبل لتصل إلى 4%. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أو نيويورك بوست أن نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يتعامل مع عواقب الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتي من الواضح أنها ستؤدي إلى أزمة مالية. ووفقاً للصحيفة فإنه من المرجح أن يواجه شارع وول ستريت في نيويورك شتاءً قاسياً، حيث تستمر الأسواق في التقلب ويوقف أكبر العملاء عملياتهم. وفي وقت سابق قال مستشار الرئيس بايدن جيرد بيرنشتاين، قال إن السلطات الأمريكية لا يزال أمامها الكثير من العمل بسبب معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مريح. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
والموجز الاقتصادي بأمان الله.